الإلقاء هو فن إيضاح وإيصال المعاني إلى الآخرين، وبالضرورة يكون هنالك تأثير ورسالة يرغب في الملقي إيصالها إلى الناس. نرحب بكم جميعا بالدكتور ناجي مصطفى بدوي، الأستاذ الجامعي والخبير في التنمية البشرية. حبيبي دكتور ناجي، مرحب بك وبكل السادة المشاهدين والمشاهدات لهذه القناة المباركة الطيبة، وسعيد بهذه الاستضافة. الله يسعدك ويبارك فيك. لك التحية دكتورنا ناجي، وبداية نبدأ بمفهوم عام عن مفهوم الإلقاء. عايزين نعرف مفهوم الإلقاء هو عبارة عن شنو؟ طيب، عشان نوقع الفكرة للمشاهدات والمشاهدين، أنا عرفتها من دلالات إحصائية بتاعتي أنه البرنامج ده المشاهدات أكثر من المشاهدين، فنقول المشاهدات والمشاهدين. الإلقاء هو مصطلح علمي قديم متجدد، يقصد به المهارة التي يمتلكها شخص معين يستطيع من خلالها إيصال رسائله الفكرية والنفسية والعلمية إلى متلقي آخر. باختصار بالبلدي كده، الطريقة اللي بتوصل بها معلوماتك للآخرين، سواء كانت المعلومات دي أوامر أو طلبات أو إشارات أو مشاعر أو أحاسيس أو غير ذلك. طيب، لكن النتيجة اللي بينتظر الشخص من الإلقاء كمردود هو التأثير في الآخر. نعم. يعني لا يمكن أن نصف إلقاء من غير تأثير. الغرض من إيصال الرسالة هو الوصول إلى نتيجة. نعم. والنتيجة هي أن تصل الرسالة. في علم الاتصال نحن بنسميها رسالة وقناة ومرسل ومستقبل. أن تصل الرسالة بوضوح إلى الشخص. الاقتناع ده كده نتكلم عنه لو في سؤال. أن تصل بوضوح، قد يقتنع وقد لا يقتنع. نعم. قد يكون عنده هو حواجز شخصية بتاعته ما عندها علاقة، فلعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ما آمنوا، قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أن تصل الرسالة كما يجب أن تصل، وهذا هو مستوى التأثير المطلوب في الملقي. طيب، نحن نرحب عبد الرحمن بكل الناس اللي انضمت لمتابعتنا في هذا الصباح عبر أنفاس الورد، وأبواب التواصل مشرعة تماما لكل الناس اللي عندها رغبة في إضافة فكرة أو حتى إضافة رسالة جديدة تخدم هذا الموضوع. 0183 43 87 99، أو في إمكانية لرقم آخر 0183 40 77 77، في انتظار أي زول بيرغب في أنه يتواصل مع دكتور ناجي أو حتى يضيف لنا حاجة في الموضوع اللي نحن أصلا نتكلم عنه. طيب دكتور، مسألة مهارات إلقاء وتعبير. نعم. كلمة تعبير دي ما المغزى أو ما الهدف من إدخالها في كلمة إلقاء؟ أنا أعتقد مهارات الإلقاء والتعبير، نحن في التنمية البشرية بنصنفها كده إلقاء وتعبير. نعم. عشان نخاطب بها كل الشريحة اللي بتحتاج هذه المسألة. الإلقاء جماهيري، زول بيتكلم في منبر أو بيتكلم أمام حشد في منصة أو بيتكلم أمام أشخاص مستمعين ثلاثة فأكثر، ده بنسميه ملقي، يحتاج إلى مهارات إلقاء وهي مهارات معينة. التعبير مهارات حديث، مهارات أن تتحدث، كيف تتحدث، لأن الواقع الآن والمشاهدات والمشاهدين ربما يؤيدونني في ذلك، عندنا مشكلة في مهارات الحديث بين الرجل وزوجته، بين الرجل وابنه، بين الصديق وصديقه. كثير من الآباء يشتكون وكثير من الأمهات يشتكين أنه الشباب اليافعين، الرجال اليافعين اللي بيسموهم مراهقين، يعني وهذه تسمية خاطئة، كأن المراهقة أصبحت عذرا للبعد عن القوامة والدين. الشباب والرجال اليافعين دي أعمار 15 و16 و20 بيشتكوا من أنهم هم بيقعدوا في الشارع كثير، ولو جوا البيت ما بيتكلموا مع الوالدين، يعني ما في أحاديث أخذ وعطاء داخل البيت، ما مش مهارة الحديث منعدمة، الحديث في ذاته منعدم. ودي ظاهرة بالمناسبة متفشية جدا، يعني بتلقى الشاب قاعد في الشارع مبسوط جدا وبيتكلم وطلق اللسان وعنده مهارات جميلة، بخش البيت بيكون قاعد كده بس صحيح. ما عنده مع أي زول أي كلام، بالذات مع والدينه. دي شكوى عامة، دي واحدة من مظاهر ضعف مهارة الحديث. وأنا أقول هذه ظاهرة اختصارا بما أنه أنا ذكرتها عندها ثلاثة أسباب رئيسية مهمة ننتبه لها. السبب الأول أنه هذا الشاب يجد في الشارع جمهور مستمع لا يجده في البيت. نحن مرات بنزهج في البيت، لا من الشافعي يتكلم قال أخذت كلامك الليلة كثير مالك أخذ زهجتنا أسكو ساي ولد ما أعرف، لكن في الشارع ابدا دارين زول يونسهم كده، فهو كل ما تحدث يجد انه الجمهور معجب به جدا ومستمع، فهو بيلقى ناسه في الشارع ما بيلقاهم في البيت. السبب الثاني
هو لا يجد النقد اللاذع في الشارع. يعني مثلا الشاب يتكلم قال والله امبارح احنا كنا مشينا وساهرنا للساعه 2 صباحا، الشباب يقول يا سلام والله سهره كانت جميله وانبسطوا. لو كان قال الكلام ده في البيت ابو كان حيقول يا اخي سهرت انت ساهر لحد الساعه 2 ما صليت الصبح يا اخي انت زول ما عندك، ويبدا يوجه له نقد لاذع من حرصه على ابنه، لكن وجه هو ذاته فاقد لمهاره الحديث. فالشاب في الشارع بيلقى انه هو بيتكلم مع الناس وبيحكي لهم، ما في زول بينتقده وما في زول بيوجه له نقد لاذع. السبب الثالث انه الناس اللي في الشارع ديل هم معجبين، يعني لما يتكلم عن مغامراته ومهاراته هم بيكونوا عندهم اكشنز وانفعالات ومتاثرين وبيصفقوا له او بيصفروا له او الى اخر ذلك. لكن لما في البيت ما بيجد الحاجه دي، يعني بيجي بدار يحكي مغامراته او مواقفه، الاب بيكون مشغول والام بتكون دايره تلحق حاجاتها، وبالتالي ينفر الأطفال إلى الشارع لأنه يمارس مهارة الحديث بطلاقة ولا يمارسها في البيت. ممتاز دكتور ناجي، يمكن الموضوع ده في غاية الأهمية بالنسبة لأي فرد في المجتمع. نحن عايزين نذكر أهمية تعلم فن الإلقاء والتعبير سواء كان لزول المتعلم أو الغير متعلم، ونذكر نتيجة هذا التعلم. يعني لما نتعلم الحكاية دي بتفيدني مش بعدين في المستقبل؟ بكل بساطة مهارة الحديث هي تضمن لك أنك تستطيع أن تتواصل مع الناس، والتواصل مع الناس هو أول مهارة تعلمها الإنسان. أول مهارة تعلمها الإنسان لما خلق الله آدم وأنطقه، قام آدم بعملية التواصل الفعال مع الملائكة ومع رب العزة سبحانه وتعالى. فهي أول مهارة وهي أعظم مهارة عند الإنسان، والإنسان بطبعه كائن اجتماعي. واحدة من مشكلات الكثير من الناس الليلة بيقول لك الزول ده ما بيعرف يتكلم، يعني تلقاه بس كلمتين الثالثة بتشاكل، أو الزول الثاني ما بيفهم. وعادي عندنا حس بالسودان بيقول لك فلان ده ما بيعرف يتكلم، ما بيعرف، يقول لك الملافظ سعد ما بيعرف ينتقل ملافظ، ما دي كلها مهارات الحديث. وفي شخص آخر بتلقاه قدر ما الموضوع صعب وشائك وعراقيله كثيرة، لكن زي قائد العربية الماهر جدا، يستطيع أنه يتجاوز بها العقبات ويصل بها إلى النقطة التي يريد. والآخر الزول ما بيعرف السواقة وركبوه في عربية بيجي بطقش بها أي حاجة، في النهاية هو لا هو حيصل ولا حيخلي العربية سالمة. بالضبط نفس المثال. فالإنسان الذي لا يعرف مهارة الحديث والتعبير مع الناس يقوم بتجريح الآخرين، يسيء إليهم، يصنع بينهم وبينه حواجز. الأهم من ذلك هو لا يصل في النهاية إلى الغرض من الحديث. للغرض. بتلاحظ في البيوت الآن كثير جدا الزوج والزوجة عليك الله دارين نمشي الليلة نزور فلانة، يا أخي تزوروا فلانة ليه ما مشينا الأسبوع الفات، انتم ما عندكم أعرف شنو. المرة خلاص قدمت عمل الشلوفة كيف وزعلت الراجل، يقول لا خلاص كده طيب كده بعدين نشوف، تقول لا خلاص حريتنا ما داير امشي بس خلاص انتهى الموضوع. ده اسمه الحديث المنغلق، ما في مهارات. دي واحدة من المشكلات والآثار. طيب اختيار الوقت ذاته يا دكتور فيما يتعلق بمسألة انه ماشيين ولا قاعدين، دي مفترض برضه يكون فيها نوع من انواع المهارة، وان شاء الله نفرد لها حلقة قائمة بذاتها. طيب التاتا والفأفأ واللعثمة وغيرها واللألأ، طبعا دي كلها كلمات من آفات الحديث مع الآخرين. كده نميز بيناتها وكيفية تجاوز هذه الفأفأات واللألأ. المتلازمات في الحديث دي كلها يجمعها وصف المتلازمة. المتلازمة في الحديث قد تكون حركية وقد تكون صوتية. حركية زول بيتكلم كل مرة يهبش أضانه، كل مرة كذا أنفه أو يهبش أضانه كل مرة يتكلم كذا، دي اسمها متلازمة حركية. ممكن تكون حركات كثيرة جدا هو بيعملها لا إراديا، لها تفسير في علم النفس. على كل حال في متلازمة لفظية وفي متلازمة صوتية. المتلازمة اللفظية ممكن يكون بعيد كلمة واحدة كثير جدا، يعني مثلا كلمة يعني والموضوع ده ويعني وعشان نعمل كذا يعني في النهاية يعني إيه. قد تكون هناك متلازمة صوتية منها التأتاء التكرار حرف التاء أو الآ نعم التكرار حرف الفاء، وعموما عدم السلاسة في الحديث. يعني أي زول بيتكلم بيقول مع أنه المذيعين بيعتبروها كده نوع من أنواع بالتهية كده بيعرض الخامة حقة الصوت بتاعه. لكن أنا أذكر يعني من خطابات مشاهير المفكرين في العالم وكنت استمع له فترات طويله جدا، اصلا ما ممكن يقول لك يعني يكون ماشي بيتكلم كده بيقول لك مثلا عمل كده لا اصلا دي ما في. الكلام كانه بيغرف من بحر، الكلام كله مرصوص ورا بعض ان شاء الله. المشكله جات من وين؟ ده السؤال المهم. ليه في زول عنده متلازمه؟ لها سببين. السبب الاول قد يكون سبب خلقي،
يعني هو اصلا عنده ضعف في عضلات اللسان او عنده طبيعه نفسيه سيكولوجيه بسببه هو بيقوم بيعمل متلازمه معينه. هي المتلازمات دي كلها هي عاده ثقه في الزول، يعني اي زول بيتكلم بيعمل متلازمه يصلح الكرافيتة، ايوه في التنميه في البرمجه اللغويه العصبيه دي اسمها اعاده الثقه في النفس. هو زي اللي بيحاول يرجع ثقته في نفسه عشان يتكلم. دي اسباب بسيطه علاجها في دوره تدريبيه واحده. لكن في مشكله واحده، النوع الثاني من المشاكل دي المشكله الخلقيه، في مشكله مربوطه بالبيئه. في دورات الارشاد الاسري كثير من الاباء والامهات بيشتكوا من ظاهره غريبه جدا. بيقول انا بيجي مثلا ضيف في البيت، عندي ولد عمره 10 سنوات او 12 سنه، الضيف بيقوم بيجي، الولد بيجي ماشي، اول حاجه بيجي ماشي ما بسلم، يعني ما عنده مهاره اجتماعيه اصلا. الضيف بيقوم يقول له تعال يا فلان او تعال يا ولد، بيقوم بيجي ما بيعرف يسلم اصلا، ما عارف، بيقوم بيجي يقول له سلم، بيمد يده بيقول له اسمك منو، بيقوم انا اسمي محمد، وبتقرا وين؟ في المدرسه. ما قادر الابو بيقوم بينفعل، يا ولد كيف زي الناس، كيف زي الناس، هو ما بيعرفها كيف، يعني كيف كيف زي الناس، ما هو متعود على المتلازمه دي، يا ولد اتكلم كويس. المشكله ظهرت وين؟ قبل ما الضيف ده يجي بسنوات طويله، كان ممكن يكون دور الاب. الابو ده لا من قاعد في البيت، بيجي ضيف كبير، الولد ده بيجي شافي عمره 5 سنوات او 6 سنوات، الابو بكورك فيه بيقول له يا ولد امشي خجوا العب مع شفع، فهو تعود على لعب الشفع، بيعرف يتكلم مع الشفع، الشفع كلامهم كده كوراك ما في ترتيب، وبالتالي قبل ما نقول له كيف كويس، هو ما عارف، هو مع الشفع بيكون راقد بيتكلم قاعد بيتكلم، ما هو من البدايه قال له امشي اقعد مع الشفع حماو، لا من يتكلم مع الناس الكبار بيقول له يا ولد ما تتكلم كلام الناس الكبار، امشي ما عارف شنو عيب. يتربى الشاب ده مع الاطفال وتعلم كلام الاطفال وحركات الاطفال، وفجاه الابو داير ويجي يتكلم مع الضيف كلام الناس الكبار والناس الواعين، وهو ما حصل يتعلم الحاجه دي، وانت اصلا يعني ما اهلت ولا هيئت للحاجه دي، ما بيعرف لما تقول له كيف كويس، وما بيعرف كويس يعني شنو، ده الكويس عنده بيعرفه بيمارسه مع الشفع. نعم، دي واحده من مشكلات الانهزاميه النفسيه عند الملقين. نعم، بتلقى شاب كبير عمره 30 سنه ما بيعرف يتكلم قدام الناس، بس لانه ما مارس العمليه دي في البيت. انا ادعو في حقيقه، يعني وده قد يكون لب موضوع هذه الحلقه، انا ادعو لارجاع الدور المجتمعي النفسي للاسره، وهي اخراج انسان سوي، انسان طبيعي يستطيع ان يحب ويالف ويتحدث بطلاقه ويعبر عن. انا ادعو الاباء والامهات الى الاستماع الى اولادهم وبناتهم وهم اطفال صغار، عدم التذمر. الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمنا، عائشة الصديقة وعمرها وقت ذاك 16 سنة وهي زوجته، حكت له حديث أم زرع ده، يعني والله أنا بقرأه مرات استغفر، طويل يعني طويل، لولا أنه فيه لغة عربية جميلة الزول يمل منه. وعائشة تحكي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول وأدبه الجميل قاعد يستمع، ولا قال لا يا مرة كلامك ما له كثير الليلة، يا مرة أنا ما مشغول، أنا الرسول وعندي شغل كثير لا يستمع إلى وحكت قصة طويلة جدا، هذه النسوان وبوصفوا في رجال ومشغلة كده، وبعد ما انتهى ما قال انتهيت خلاص الحمد لله خلاص الله الموضوع، لا رد عليها رد رومانسي جدا، قال لقد كنت لك كأبي زرع لأم زرع أو غير ذلك، يعني هو منفعل معها. والرسول يعلمنا كيف نربي بناتنا وزوجاتنا وأبنائنا على 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 الطلاق. دي النتيجة اللي كان عاوز عبد الرحمن في الإلقاء نداء، يعني انه في نقص في الفكرة اللي عاوز توصلها للناس دي. واحده من الحاجات اللي انا كان يعني نداء بيعمل انه يتأكمل ما تريد ايصاله للناس. نعم، يعني كلما امتلأ النص كلما قلت مساله وانت يكون عندك طلاقه في الاداء، تعتمد طيب على في الفاظك على التعبير مش على تفكير الاخرين. تحياتنا لك دكتور ناجي مصطفى بدوي، وتحيه لكل المشاهدين الاعزاء في كل مكان عبر انفاس الورد. نحن ما زلنا متواصلين معاكم في مهارات الالقاء والتعبير. يمكن دكتور ناجي ذكر قصه جميلة ويمكن واقع نحن بنعيشه، انه الاطفال الصغار نحن بننهار من هم صغار ومن وقيفهم عند حدهم، ولما نصل الموقف ان احنا عايزين نتكلم فيه ما بقدر يتكلموا. لو لاحظنا في فرق الان يا دكتور ناجي بين تربيتنا نحن كعرب وتربية الغرب لاطفالهم، بتلقى الان لما يشاركوا مثلا في مشاركات كبيرة، في مشاركات حق مسابقات وغيرها، بتلقاهم بيتكلموا بطلاقة كده غريبة خلاص، يعني الناس الكبار ما بيتكلموا بطلاقتهم. طيب فيها عامل نفسي، فيها عامل تاع تربية ما طبيعي، من هم صغار بيعلمون في أشياء أنا كان نفسي أعرفها. عند الآن متصل من الجزيرة همام كأول مشارك، نقول السلام عليكم. عفوا أم همام، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حبابك يا أم همام، وسعدنا باتصالك. مرحب بك. الله يسعدك يا رب، تفضل يا أم همام. الله يسلمك، تسلم إن شاء الله، بشيد بالبرنامج كثير
الله يجزيكم خير ان شاء الله. بنتكلم اليوم يا ام همام عن مهارات الالقاء والتعبير، فاذا عندك مشاركه او اضافه او سؤال نحن حابين نسمعك، تفضلي. نعم يلا. في الحقيقه انا بفتكر الحاجه دي فعلا هي عن ال عن الاوت فعلا، زي ما قال الدكتور يلا، زي ما قال الدكتور إنه دي حاجة من النزعة أو التربية داخل الم... طيب يلا فعلا ممكن تجي تتكلم ولا تزعل عن حاجة فعلا بيقول لك يلا خذ جوا ولا ما تتكلم ولا أي أسأل. أنا بقى شايفة إنه في مشكلة في الحكاية دي يلا ما بقدر أسأل. أنا حاليا ما بقدر أتكلم مع دول فترة يعني طويلة، بلجع للكتابة أكثر يعني عبر الواتساب ولا اللي معاي دول ثاني، بلجأ للكتابة أكثر من أتكلم. يعني بتفتقدي مهارات الإلقاء والكلام والحديث أمام الناس، الشجاعة يعني الأدبية؟ نعم نعم. طيب خلينا نشوف المشاركة دي وخلي نشوف دكتور ناجي يجاوب على السؤال نقدر نحل المشكلة دي إن شاء الله أو التحدي بمعنى أصح. فشكرا جزيلا على اتصالك يا أم همام، وبنسعد بكل المشاركات أكيد من كل أحبابنا في كل مكان. وعودة مجددا إلى ضيفنا دكتور ناجي مصطفى، إذا كان عندك تعليق على أم همام. أم حمام مشكلتها مشكلة آلاف البشر. نعم. اللي محتاجين لتمرين، بس محتاجين لتمارين. مهارة الإلقاء والحديث هي مهارة تنمو بالممارسة. طيب. فهي ثقافة، والثقافة تتكرس بالممارسة. أي حاجة ما بتعملها بكثرة بتنساها. في 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 الكورة، في الرياضة عموما، المهارات السكيلز بتاعت الرياضة بيقول لك عشان تبقى بارع جدا في حركة معينة في الكورة، يعني تعمل تشوت الكورة بطريقة معينة، عشان تبقى بارع فيها لازم على الأقل تعملها بطريقة صحيحة أكثر من 1000 مرة. يعني بعد تتعلمها مظبوط تبقى فيها كويس تعملها 1000 مرة، بعد ذاك ممكن تكون اكتسبت هذه المهارة. أنا إحنا ما دارين الناس نجرب 1000 براكتس في الإلقاء، لكن أنا أدعو إنه نحن نفسح مجالات في بيوتنا لأنفسنا وللآخرين. عندنا وقت، أنا عارف. نحن في حلقة يمكن تكلمنا عن مسألة الفراغ. ما في زول مشغول ما عنده زمن. أي زول بيدعي إنه هو مشغول جدا وجدول وضاغط وما عنده زمن لأي حاجة، ده زول يعيش فوضى عارمة في حياته. صح. أو أنا مرتب نفسه. ولو لقيته أنا حاسبت له إنه هو يعاني من فراغ كبير جدا، بس هو ما مرتب نفسه زي ما أنت قلت. تمام. فعندنا وقت. كل الرجل راع في أهل بيته مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في أهل بيتها مسؤولة عن رعيتها. هذه المسؤولية يجب أن نقوم فيها بحق الله سبحانه وتعالى. طيب. هذا الطفل هو عنده احتياجات روحية واحتياجات نفسية يجب أن تلبى. واحدة منها أن نستمع له، أن نستمع له ونتركه يتحدث ويعبر دون نقد، دون تذمر، دون تشكي، دون أن يشعر أنه نحن ثقيلين جدا عليه. طيب نكمل لأم همام الكلمة الأخيرة، ذكرت أنها بتكتب أكثر من الله يفتح عليك. شفت الظاهرة السلبية دي؟ الآن 90% من الناس يميل إلى الكتابة أكثر من الحديث. لأنه الكتابة من وراء ستر، زول قاعد بيكتب في ورقة أو ماسك الموبايل بيكتب، وتلقاه يكتب كلام جميل جدا وكلام معبر وكلام طلق جدا، عنده معلومات، عنده كلمات. الملكة الكتابية عنده أوفر من عنده كلمات، حافظ كلمات، لكن لما تقابله وبيقول لك انا عادي، بيقول لك انا والله انا بكتب احسن مما بتكلم، ولو لقيتني انا ما حكون بالجراء اللي انا بتكلم. وانا اعرف عدد من الاصدقاء يعني الكتابين جدا في الفيسبوك من المفكرين وطلبة العلم ما بيعرف يتكلم لكنه كاتب بارع جدا. صحيح. دي واحده من اشكالات عدم ممارسه هذه المهاره بكثره، ضعف مراحل التربيه، ولا وقد تكون هناك اسباب. طيب ليه ما نبدا يا دكتور ناجي مباشره في العملي؟ يعني عايزين نبدا الان، اول خطوه الان للناس اللي بتتابعني الان ما عندها مهاره الالقاء نهائيا، ما اللي عندها ودرت تزيدها ما عندها نهايه، اول خطوه ممكن احنا نعملها شنو؟ اول خطوه ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عد. اول حاجه امتلاك الاراده الصادقه. انا عندي قناعه قلتها في الكرسي ده كثير. الانسان يستطيع ان يفعل اي شيء لكنه لا يستطيع ان يريد اي شيء. لانه اذا اراد سيفعل. اذا امتلك الاراده القويه سيفعل. سيفعل اي شيء. هذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة. فالله يقول هم ما أرادوا. لماذا ما أرادوا؟ لأنهم ما أعدوا عدة للخروج. وبالتالي نفهم بمفهوم المخالفة أن من أراد نتيجة معينة أعد لها عدة، قد يدرك قريبا أو قد يدرك متأخرا لكنه سيصل في يوم من الأيام. أول خطوة
أن يشعر الإنسان، تكلمنا عن قوة الهدف قبل كده، أن يشعر الإنسان أنه ده هدف مهم جدا لازم يصل له، أن يشعر أنه محتاج له، أن يعزم النية على أنه سيبلغ هذه المرحلة من المراحل. واحد. اثنين، أن يضع له غاية، خطة استراتيجية. اي زول ماشي بدون غايه ما بيصل. لو انا مركت من السد وقلت لكم انا ماشي ما عارف ما شوي، معناه انا حكون لا في ما حاصل. يضع له اشاره مرجعيه، داير ابقى زي دكتور ناجي مثلا لو انا عجبته في الحديث، او زي عبد الرحمن ما تزعل. يعني شعارك شعار، يجعل له شعار، نحب نسميه اشاره مرجعيه او قدوه او مثل اعلى. انا داير ابقى في الالقاء وفي التعبير زي فلان. لما داير يبقى زي فلان حيستمع لفلان كثير، حيحبه، حيحب أسلوبه على أقل تقدير، حيحاول يتقمص شخصيته. ودعيب طيب. ممكن يكون حياة سلبية كون أنا يعني ما أنا عشان وقفوني تخشيت قلت طيب طيب خلاص ده حوضح عليها إن شاء الله مع دكتور ناجي بعد ما نستقبل أختنا آسيا من عطبرة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. الله يعافيك ويبارك فيك، تفضلي. الله يبارك فيك. تكلموا عن مهارات الأطفال، مهارات الإلقاء، كيف الزول يعرف يتكلم ويعبر عن الحاجة اللي هو عاوز يقولها للناس؟ والله من البداية الطفل تعزز فيه الصغة وما تقلل من شانه، ما تهم من شانه. لما انت تقول له اسكت يا اخي واطلع برا العب، ما تجيف مع الناس الكبار، ما هنا ما تتحاور معاه وتقول له اسكت مالكم على الكلام ده، لا خليه يديك الفراس وانت عارف قدراته شنو، طيب عارف مهاراته شنو، وتجاوب معاه واحترمه وخلي ادي مكانه عشان هو يحس بانه عنده قيمه. نعم. لكن لما انت ما تديه قيمه وتهمشه بيشوف نفسه هو ما يسوي حاجه يعني. نعم. ممكن تحصل الحاجه اللي احنا اصلا بنتكلم عنها، مساله انه يكون عنده عسر في كيفيه الحديث او حتى مواجهه الناس. شكرا يا آسيا من عبر على المداخله، جزاك الله خير. مباشره الى مدينه الابيض وام احمد. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب شكرا على اتصالك يا ام احمد وعلى المشاركه. نحن في انتظار ام احمد ان شاء الله لسه ما تعود مره ثانيه وتتواصل معنا، ودائما البرنامج من والى المشاهد. أكيد. آسيا اعلق عليها دكتور قالت شنو؟ آسيا قالت مرات كثير جدا بيكون في تهميش لدور الطفل في البيت. ممتاز، هي بتوافق الكلام اللي قلناه، وانا شايف المشاهدين ماشيين معنا في الاتجاه انه نحن بنرتكب اخطاء فادحه ضد الاطفال، يا افعال غير منطقيه بس بسبب انه نحن اكبر حجما منهم واكثر عمرا واقوى عضلات، بنعمل لهم فورسينج في البيوت، يعني قهر، عمليه قهر. انا اعتقد نحن بنمارس نوع من القهر ضد الاطفال، بنكبت تعبيراتهم ومشاعرهم وانفعالاتهم، بنفتكر كل ردود افعالهم هي عباره عن ازعاج وما بنفهم صراخ الاطفال ولا بكائهم، وبنتعامل معه بطريقه فيها هايبرتنشن، فيها انفعال زايد، وبالتالي دي بتعمل المشكلات النفسيه للاطفال. طيب احنا ما زلنا متواصلين في مهارات الالقاء. نعم. وذكرت انه الواحد يكون عنده اراده داخليه قويه. ممتاز. تساعده. ممتاز. هدف غايه واشاره مرجعيه. ايوه. نعم. اضافه لانه الواحد بعد يعني اذا حب شخص معين يكون قدوه بالنسبه له، يمتلك مهاراته، يمتلك اسلوبه، يمتلك اشياء زي دي. نعم. لكن على ما اعتقد دكتور طارق السلام ممكن يخالفك الموضوع ده، قال انه الواحد يكون طبيعي وما يقلد. نعم طارق، انا وطارق لا نختلف في هذه المسألة. نحن الان في مرحلة شخص ما عنده مهارة. هو يحتاج الى مثال، ودي فلسفة بشرية كونية خلقها الله في الكون لا تتغير. لاجل هذا خلق الله الانسان داخل أسرة، عشان الطفل ده يكبر ويشوف يعاين ابوه يعمل زيه، ويشوف يعاين أمه ويعمل زيها. دي فطرة، وخلق الله كل الكائنات على هذه الفطرة، هي تتعلم بالتقليد ثم تتكون شخصيتها المستقلة تلقائيا فيما بعد. لكن في البداية هو يحتاج أن يرى النموذج، المثال. هو أصلا لما يجي يطبق المثال حتى وإن تقمص الشخصية لن يستطيع أن يكون الشخصية، هو سيكون نسخة باء من الشخصية، هو يرجع له كمرجعية استشارية، يعني يستفيد من تجربته من علمه. نعم. ومشي معه. طيب ولا يكون نسخة منه. من القواعد الجميلة، كن أنت كما أنت لأنك أنت، أنت كن جميلا لأنك أنت جميل كما أنت. يعني الزول شخصيته القائمة بذاته هي باعتبار يكون مدرسة وتكون يعني بصمة لك الخاصة بك. جميل. طيب الاستفادة من سلف الأمة. شايف تضحك. المقطع جميل والله. لخبطة كده. الاستفادة من سلف الأمة، سيدنا عثمان بن عفان خطبة، كانت أول خطبة له كان مختصرة جدا، وكان يعني استشعر المسؤولية لأول مرة له يصعد المنبر،
كيفية استشعار الملقي لمسألة المسؤولية قبل الإلقاء، يعني عد الأدوات والمعاول بتاعة الإلقاء قبل ما يواجه الناس عشان ما يكون في إخفاق أو حتى يكون في التجربة سالبة تمنع من الإلقاء مرة ثانية. نحن طلعنا من التعبير خشينا الإلقاء. طيب بس أعلق على الحتة الأخيرة اللي قلتها دي بتاعت be yourself، كن نفسك. الآن أحدث النظريات في فن الحوار والتفاوض والحديث هي نظرية التلقائية. بيجوا يعملوها المذيعين شايفهم في القنوات الفضائية. يعني ما في بروتوكول حتى في المفاوضات السياسية الآن. ما في كاميرات، ما في بروتوكول. تتكلم زي بطبيعتك، تكون طبيعي. وأنا بشوف الحاجات دي بيعملوها حسي في الأخبار وفي المذيعين. لأنه وصلوا لها كنتيجة أخيرة ليصل. لا لا، لأنه هي أبلغ في التأثير على المتلقي. الإنسان واحدة من إشكالاتنا حسي في الدعوة إلى الله مثلا في العالم الإسلامي. طيب استخدام في الاتصال دكتور ناجي، أي ممكن ناخذ بس ما تنسى النقطة دي. أنا حنسى، ذكرني. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حبابك يا مروة من الأبيض. كيف الأحوال؟ تمام؟ الله يسعدك يا رب، سعدنا باتصالك، ممكن تشاركنا؟ تفضلي. أنا فخورة جدا بأنا الطيبة. بس علي صوتك عشان ما سامعك كويس. لا بس أنا والله بجد يعني فخورة جدا بأنا الطيبة. الله يسعدك، احنا كمان فخورين جدا بمشاركاتك معنا. تسلم كثير. الله يديك العافية، تفضلي. أنا بقول إن الإنسان لازم يشعر بذاته، بعد ذلك إنه تطلب الجراءة في الإفصاح. طيب. يعني الثقة والجرأة مهمة جدا في مهارات الإلقاء. الثقة يعني تشعر بذاتك وتطلب الجرأة في الإلقاء اللي بتقدر تتعامل وتتكلم مع الصغير ومع الكبير. ممتاز. طيب أي إضافة ثانية؟ لما أنا عندي ولدين مجاهد ومصطفى. ما سامع كويس. قلت لك أنا عندي ولدين مجاهد ومصطفى. أيوه عندك ولدين. أها. أيوه، واحد عمره 10 سنة، واحد عمره 12 سنة. أها. فجاهم ضيف. جاهم ضيف. جاهم الضيف يقول انا قلت له ما شاء الله ده مع الضيف ده تونس معاه لحد ما ابوكم يجي. طيب. هاي لما مشوا المين تونسوا مع الضيف، الضيف لما ابوه جاء قام قال لهم يا اخي والله ما شاء الله عليهم مجاهد ونسني وانا فاهم تعجل كبير. انا عملت شنو؟ قال لهم مجاهد ده ونسني وانا فاهم تعجل كبير يعني. يا سلام. فقال لهم مصطفى ما ونسك؟ قال لهم والله مصطفى برضه اخذ يعني ونسك. قال لهم مجاهد ده كذب عليك ولا شنو؟ هو قام قال لابو زعل من ابوه، قال لي يا اخي انت ليه تقول لابو زعل ده كذب عليك؟ انا تونست معاه انت بتقول لك كذب عليك ليه؟ تحياتنا لك يا مروه من الابيض وشكرا جميلا على المشاركه. وده مجهودك دائما، هو بدا ظهر على اللي ممكن يكون في نوع من النوع التربيه والمراقبه وحتى يعني دور التحفيز. طيب نعلق. انا ما عندي تعليق اضافي. اللهم اشكرها على انه هي مجتهده في هذا الامر وتواصل. أنا المسؤوليه ذاتها دكتور في مساله انه يا اخي امشوا الضيف اتونسوا معاه على بال ما ابوكم يجوا، يعني برضو فيها رغبة كبيرة من الأم إنهم يا أخي يعني يتعلموا حاجة. نحن عندنا تأخر في إدراك إنه الأطفال بيكبروا سريع. يعني الطفل عمره 10 سنوات ممكن يكون سيد البيت، يعني يستقبل الضيف ويكرمه ويودعه، باعتبار إنه 10 سنوات ده بينه وبين البلوغ 3 و4 و5 سنوات فقط، ويصبح رجل مكلف. وبالتالي احنا قدر ما نحمل اطفالنا مسؤوليه الاجتماعيه مبكرا دي حاجه كويسه. طيب بعد ارجع عبد الرحمن لكلامك معك. ايوه طبعا نسيت الموضوع ترى قمت زعلير. انا نسيت الداعيه الى الله سبحانه وتعالى. كنا في الخطاب الاسلامي في العالم. الخطاب الدعوي في العالم الاسلامي. انا جبت كمثال. كنا بنتكلم عن شنو اصلا؟ بنتكلم عن انه كيفيه استشعار الداعيه للمسؤوليه. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. استشعار المسؤوليه في الالقاء، انه أنا أحتاج أن تصل المعلومة. واحدة من المشكلات الآن بنواجهها نحن في الدعوة إلى الله في العالم الإسلامي استخدام اللغة العربية الفصيحة التي لا يتحدث بها أي شخص في العالم الآن. ودي حقيقة مرة لكن حقيقة، لا يتحدث، ما في زول يعني حس أنا وإنتوا كلامنا ده ما كلام لغة عربية فصيحة. وبالتالي ما هي القيمة العلمية أنه يطلع عليه خطيب يوم الجمعة ويتحدث بلغة عربية فصحى لا يفهمها نصف الحاضرين؟ الحضور في المسجد. والله يقول ما أرسلنا من نبي إلا بلسان قومه ليبين لهم. القضية البيان. التبيان. نعم. أن يظهر القول، أن يظهر القول. دي واحدة من المشكلات. أنا ما أفتي الآن. هي واحدة من المشكلات الموجودة. على كل حال، أنا أعتقد أنه مسؤولية الملقي مسؤولية تبدأ بالنتيجة. ما الذي يريد؟ تحديد الهدف. ما الذي يريده؟
كيف سيصل إليه؟ ما هي القناة المطلوبة؟ نحن عموما في الإلقاء العام بنقول في حاجات، أنت حدد فكرتك ما هي، الهدف، الهدف ما هو، الفكرة ما هي لتحقيق هذا الهدف، الوسيلة ما هي. قد تجد أحيانا أن الوسيلة ليست هي الإلقاء، ليست هي الإلقاء. وكثير الآن من الأشياء التي تقال على المنابر، ما مكان المنابر، مكان الواقع. يعني مثلا خطبة عن إنشاء جمعية طوعية أو إنشاء صندوق للمسجد، الوسيلة أنت دار تعمل، دار تعمل صندوق، أعمله، أعملوا عمل اجتماع للجنة المسجد وخلي يعملوا صندوق وخلاص يعملوا، الناس بتدفع. ممكن تتكلم عن الإنفاق، ده موضوع آخر، لكن أنا أقصد أنه هناك ترابط ما بين السبب، ما بين الفكرة، وما بين الهدف، وما بين الوسيلة المتخذة منها. متى نلجأ إلى 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 الحديث لتغيير الناس؟ للأسف، للأسف الشديد نحن الآن بنحمل الإلقاء أكثر مما يحتمل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم آخر وسيلة استخدمها في تغيير الأمة كان الحديث، على خلاف ما هو متوقع. يقول ثوبان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة خلال الأيام خشية السآم علينا. الموعظة مش يعني موعظ بالموت، كل الدين كله موعظة. قد جاءكم يا أيها الذين، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، كل الدين هذا موعظة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان بيعتمد على أسلوب الإلقاء في تغيير ال، ده اسمه مستوى التعليم بالتلقين، ده أدنى مستوى تعليم استخدمه الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان أساسيات تلقينية. في مستوى التعليم بالمشاهدة، ده مستوى أرقى، استخدمه الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا. هناك مستوى راقي جدا اسمه مستوى التعلم بالمشاركة، 140 ألف صحابي حجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا عمل محاضرة إرشادية، ولا جابوا وصف لهم الحج، ولا ساق معه بعثة إرشادية، ولا مرشدين، ولا يحزنون، ولا أي حاجة، بل من خلال المشاهدة. قال خذوا عني مناسككم، ده اسمه التعليم بالمشاركة، خليك معي وتعلم. فنحن نحمل المنابر أكثر مما تحتمل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما خطب في حياته خطبة أكثر من 5 دقائق. عجيب. أنا جمعت خطب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني واستقصيت هذه حتى خطبة الوداع، دي الخطبة الشهيرة التي جمع الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أصول الدين وأوصى الأمة وسموها خطبة الوداع، أنا جمعتها عملت معي نص صفحة، قرأتها في 3 دقائق. فنحن الآن نحمل المنابر ما لا تحتمل، أنه أنا دار أجي أتكلم 45 دقيقة عشان أصلح الأمة، لن تصطلح بهذه الطريقة، ولو كان هذا يصلح الناس لاستخدمه الرسول صلى الله عليه وسلم. فأول حاجة، هل هذا الأمر يتغير بالكلام، أم أنه يحتاج إلى مشروع عمل، أنزل في الواطن اشتغل مع الناس، اشتغل. وأنا أقول هذا الكلام للآباء والأمهات، نحن نمارس التربية عن طريق الإلقاء، وهذا أسلوب خاطئ للتربية. مثالا اختبار الحدة دي، أب يقول لولده ما تكذب، الكذب حرام، كذب بود النار، يا ولده وعتك الكذب، الكذب 10 سنوات. جميل؟ كلام كويس، ما في مشكلة، ده وعده كويس، 10 سنوات. في يوم من الأيام الولد ده قاعد، التلفون الأبو بالخطأ ضرب، بس الولد قاعد رفع التلفون، زول داري منه قروش، أخذت التلفون قال يا فلان أنا 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 خارج الولاية، أنا مسافر، بكرة بيجي إن شاء الله بديك قروشك، وهو قاعد في الخرطوم دي. والولد شاف المنظر ده وعاش هذه الكذبة اللي قالها أبوه، كلام 10 سنوات كله بينساه، كله ينساه، بيركز فقط على حيتذكر إنه أبوه ده كذب قدامه. فذاك مستوى تعليم ضعيف جدا، مستوى التعليم. عشان كده ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لماذا؟ لأن الفعل أقوى وأثبت في أذهان الناس وأذهان الناشئة، وأثره في التربية أقوى من الكلام النظري، من كلام المجرد. دكتور ناجي مصطفى بدوي، أنا صراحة يمكن أول مرة أشارك معك فقرة، معنا ارتقي، سعدت بك جدا وسعدت بالمشاركة معك، كنت طالب عندك أكثر من أن زول مقدم البرنامج، فشكرا جميلا على هذه المشاركة، ولنا لقاء آخر إن شاء الله في نفس هذا الموضوع بمشيئة الله تعالى. وزي ما أقول لكل المشاهدين، المرة الجاية إن شاء الله تابعونا، وحاولوا جمعكم ورقة وقلم عشان تسجلوا معانا المهارات العملية مباشرة، وإذا في طريقة هنخلي الدكتور ناجي يعني يجيب لنا مهارات ويطبقها لنا مباشرة، يشتغل معانا مهارات الإلقاء، حتى بعض المقاطع ممكن تخدم فكرة كيفية الإلقاء الجيد. شكرا جزيلا دكتور ناجي مصطفى بدوي الخبير في التنمية البشرية، ونسعد بك جدا في كل 2 إن شاء الله. شكرا الهواء مع المشاهدين إن شاء الله، ربطني مع المشاهدين. الله يسعدك. نشكر همام وآسيا ومحمد ومروة وكل الناس اللي اتصلوا في فقرة معنا نرتقي، وأكيد من فقرة لفقرة من